تاجر نيكولا؟ ماذا تفعل هنا؟ لست نيكولا، بل أتسس. ممتاز، هذه الرسالة ستفتح لي كل الأبواب. بأمر الحاكم ديكفور سأخذ الرسالة للإمبراطور. ما هو اسمك؟ غريغوريوس، خذ هذه الرسالة من الممر السري وأوصلها للإمبراطور. غريغوريوس. حسناً إذن. أتسمح لي سيدي؟ تعال بامسي. سيدي، السيد بهادير أرسل محاربة، لديه ما سيقوله لك. السيد بهادير؟ وأين هو ترغوت؟ لا أعلم سيدي، المحارب جاء وحده. ليأتي لنرى، سنعلم الآن. أمرك سيدي. أدخل. تكلم. أحضرت سلام السيد بهادير سيد أرطغرل. أين هو سيدك؟ في القبيلة سيدي. السيد بهادير أخذ بيعة السادة وأصبح سيد قبيلة تشافدار، وهو يدعوك غدا لمقابلته في خيمته. ما هذا الذي تقوله؟ هيا أوضح، أين تورغوت وأسليهان؟ حتى يقابلك السيد بهادير وتتفاهمان، السيد أسليهان والسيد تورغوت محتجزان. سيدي، سيدي ما الذي يقوله؟ احتجزوا أخي تورغوت والسيد أسليهان. إذن سيدك عديم الأصل ذاك هرب عندما كان جنودي يحاربون، بينما كنا نحن نقاتل ذهب إلى خيمة السيادة واستولى عليها. سيدك قد خاننا وتصرف دون علمي. اذهب وأخبره، السيد أرطغرل سوف يأتي إليك، لكن لن يأتي للاتفاق، بل سيأتي لحساب من ارتكب ذنبا سيهلكه، ليعلم أنه لن ينجو مني هذه المرة. هيا اذهب. سيدي، سيدي، لقد اعتقل السيدة أسليهان وأخي تورغوت، لنذهب قبل أن يقتلهم سيدي. خوفه مني سيمنعه من أذيتهم بامسي، لا تقلق أنت. ليذهب الكلب ويخبر سيده بما قلناه. سيخبره وسيعلم بهادير ما العاصفة التي ستأتي. خيرا بني. عديم الأصل بهادير أمي أسر السيدة أسليهان وتورغوت في القبيلة. ماذا قلت؟ يا له من خائن مشؤوم. لكن كيف؟
كيف فعل هذا بينما نحن في حرب مشتعلة؟ لقد اتحد مع أريس، خان دولتنا بسبب طمعه لسيادة تشافدار. لابد أن له إصبعا في احتراق المجانيق. الخيانة في دم ذاك الرجل أمي، لكني سوف أسفك تلك الخيانة بسيفي قطرة قطرة. بامسي جهز الخيول. أمرك سيدي. أمي، لينوب عن السيد أرتوك في صلاة الجنازة ولا يترك الأهالي وحدهم في العزاء، ولا تتركنا النساء وحدهن. لا تقلق بني، لا تقلق أنت. لا تشعرهم بغيابي. يا رب، أصبحت الكوارث لا تنقطع عن أرطغرل. أرجوك امنحه القوة لينجو منها. هذه هي الطريق التي تذهب إلى تشافدار. عندما يأتي أرطغرل سنحاصره بسرعة. لن ينجو من فخنا هذه المرة. هيا إلى أماكنكم. تعال لنرى أرطغرل. أخيرا سيفي سيهدر دم تركي قوي. خذ الحصان. خيرا أتسز. لدي أخبار مهمة سيدي. القلعة لها معبر سري. أريس كان سيرسل رسالة إلى الإمبراطور. أمسكت الرسول قبل خروجه وخرجت من ذلك الممر وحصلت على الرسالة. هكذا إذن. مكتوب هنا كل الأعمال التي قام بها مع السيد بهادير، وقد نصبوا لك فخا سيدي، لكنني لحقت بك والحمد لله. لهذا السبب أرسل إلي رسولاً ودعاني إلى قبيلته. نصب لي فخاً كي لا أصل إليه وأعاقبه. يجب استغلال الوقت أتسز. سننقذ أولاً السيدة أسليهان وتورغوت من عديمي الأصل، ثم سنحاسبهم على فعلتهم. أتعلم أين نصبوا الفخ سيدي؟
في الطريق الذي نذهب منه عادة. صحيح. هناك طريق آخر إلى تشافدار. أنا وبامسي وعبد الرحمن سنذهب من ذاك الطريق، وأنتم اذهبوا من الطريق الآخر واهدموا فخ الأعداء على رؤوسهم. لا تقلق سيدي، سيلقون شر أعمالهم بإذن الله. سلمت أتسز. جونكوت، دومرول، بعد أن تنهيا أمر جنود أريس تأتيان إلى قبيلة تشافدار بسرعة ليحاصر قسم منكم القبيلة، وليقم قسم آخر بحماية ظهورهم. الأمر لك سيدي. أتسز، بعد أن تنتهي من أمر جنود أريس خذ المحاربين لحصار القلعة. بعد أن ننهي عملنا في قبيلة تشافدار سنأتي إلى جانبكم. سنعبر من الممر السري. سننهي الأمر هذه الليلة أتسز. جهزوا أنفسكم يا أبطال، ليكن الله معنا في طريقنا. آمين سيدي. هيا بنا. يا الله. Ah!